مشاهدينا في كل مكان، مشاهدين تليجراف مصر، اهلا بكم معانا في لقاء جديد من داخل محافظه دمياط وتحديدا من مدينه عزبه البرج، اكبر اسطول بحري موجود في مصر كلها. زي ما حضراتكم شايفين تطورت صناعه السفن الى صناعه اليخوت زي حضراتكم شايفين وبتتابعوا معانا، وبداوا هنا الصناعيه اللي هم اكثر خبره في المجال انه يطوروا نفسهم، وبدل ما يشتغلوا بالخشب بس بدأوا ان هم يشتغلوا بالفايبر جلاس. الفايبر جلاس هي مادة بتستخدم في بتبقى كفر زي ما حضراتكم شايفين كده لليخوت السياحية واليخوت اللي بتستخدم في نقل الركاب من دول لأخرى. زي ما حضراتكم شايفين الخشب اهو، طبعا الخشب كان بيستخدم الأول في صناعة مراكب الصيد بالشكل اللي قدام حضراتكم، تطورت الصناعات إلى أن وصلت إلى اليخوت السياحية بالشكل اللي قدام حضراتكم، وبدأت هنا دمياط تنافس إيطاليا وتنافس سنغافورة في صناعة اليخوت السياحية والمصنوعة من الخشب. بعد ما بتصنع من الخشب وتكون أجود الصناعات بتتغطى بالفايبر جلاس. الفايبر جلاس أحد المواد اللي اتعرفت مؤخرا وكانت تطوير وامتداد إلى صناعة السفن وصناعة اليخوت. هنعرف تفاصيل كتير عن الصناعة في هذا اللقاء اللي معانا زي ما انتم شايفين كده، وهيكون لنا لقاء مع الصنايعية اللي بيشتغلوا، يعني نقدر نقول انه اللي بيشتغلوا في المجال ده او صناعة اليخت ده بيمر بمراحل كتير وبيشتغل فيه صناعات كتير جدا عشان يتم تصنيعه من اول مرحلة لحد اخر مرحلة. هنعرف تفاصيل كتير عن صناعة السفن وخاصة صناعة اليخوت في هذا التقرير. اهلا بيك معانا، اهلا بحضرتك، عرفنا بنفسك. محمد ابو العزيز. يقول لنا الصناعة دي من زمان ومعروف هنا في عزبة البرج امهر صناعية في صناعة اليخوت او في صناعة المراكب الصيد بشكل عام. عزبة البرج هي معروفة على مستوى جمهورية مصر العربية اول محافظة كان فيها صناعة المراكب وصناعة اليخوت. تطورت بقى لحد ما شفنا الفايبر جلاس بشكل جديد ما شفناهوش قبل كده. كلمنا ازاي انتوا طورتوا ووصلتوا للمستوى ده؟ هو في تطورات العلم. علي صوتك بس عشان الناس. دخل العلم مع الصناعه، مع التطوير، التكنولوجيا الجديده، مع الحاجات دي، فبتعمل الشكل، بتعمل مراكب خشب وتاخد طبقه ابلكاش عليها. هو بدايته خشب كده. خشب؟ تحت خشب وبعد كده ابلكاش. طبقه ابلكاش عليها. وبعد كده بيتكسى فايبر. كذا طبقة فايبر، كذا طبقة مش طبقة واحدة، ست طبقات وتحت طبقات، ويبقى مكلف قوي. مكلف طبعا، وبياخد المعجون بقى الفيلر بتاعه وبيترش زي العربيات بالظبط. ياخد وقت كتير لحد ما يوصل للمرحلة الأخيرة؟ حوالي من 6 شهور لثمان شهور. 6 شهور. وده How are you? I'm alright. ده كابتن ياني. أيوه. صاحب المركب ده. يخت رايح قبرص. Can you speak English? Of course I can. You are owner the yacht. Yeah, I'm owner. Okay. Tell me about the عزبة البرج in Damietta, about how made from wood this yacht. I don't understand what you say. How? Wood. Made from wood. What do you mean about the? Yes. Well, about if it's a good quality, prices. Very good, special, very special. Very special. That's why we are here. This first time. Many times. Yes. Okay. About 11. How many times this finished? Nearly one year. 1 year. Only. Yes. That's good. This is a house. Your house? Really? I have a bed. Rooms inside. Room is like a house. All home. Yes, it's in my house. Kitchen and bedroom and everything. 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 غرفة قلبه تحت وغرفة نوم لبنته. أيوه. وفوق الدور الثاني غرفة نوم له. ومعمول ورا منهم حمام على أعلى مستوى. ما شاء الله. معمول مطبخ. معمول فوق الدور الثالث القياده. هي جنسيته ايه؟ What's your nationality? سيبرس. I'm Cypriot. أبو. أبرز. أبرز. واو. واو. That's right. يعني راجل كبير. That's good.
good work. والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بيوفقنا ان احنا نطلع منتج كويس للناس. يعني انتوا بداتوا تتعرفوا وتصدروا لليخوت في المجال ده ازاي؟ احنا عارفين من زمان من اول ما طلعنا على الدنيا ان انتوا شغالين في الصيد ومراكب الصيد اللي هي تعتبر هنا الاساس والتراث بتاعها. اما بداتوا تتطوروا ازاي قدرتوا ان انتوا تنافسوا دول اوروبا في صناعه اليخوت؟ احنا الورشه دي انا طبعا ابا عن جد عن جد احنا اخدينها عيله ابو العزم دي وراثه. ابا عن جد المهنه دي. تمام. المهنه ابا عن جد. الناس بره عارفتكم ازاي؟ الناس بره عرفتنا من كانت بتسمع على الاسم بتاعنا. عملتوا حاجه قبل كده زمان فبقت الناس عاملين لدول كتير بره ما شاء الله. استغلتوا لدول ايه؟ عاملين للكويت، عاملين للامارات، ودينا مالطا، ودينا موريتانيا ما شاء الله. يعني مش بس دول الخليج، انتوا كمان وصلتوا لاوروبا. احنا بنسمع ان الجوده هنا بتبقى اعلى جوده واعلى صناعيه. حتى بيستعينوا بهم بره مصر، بياخدوهم عشان يستعانوا بجودتهم. هل الصناعيه بتقدروا ان انتوا تطوروهم بالطيور الموديلات بالشكل ده ولا صناعيه جديد بقى؟ لا لا لا، الصناعي صناعي بحرفته. الصناعي ايده يعني في الشغل كويسه. اما بيبص لنموذج في صوره او بيجي له تصميم بيقدر ينفذه. بيقدر ينفذه يعني يشوف اي موديل يقدر بخبرته ينفذه. يعني كابتن يني جايب لنا صوره، عملنا الشكل بتاعها. يو تشوز ذا ديزاين. سوري، يو تشوز ذا ديزاين. نو مي، اي ميد ذا ديزاين. هو اللي عمل الديزاين. يو ار ديزاينر؟ I'm not designer, but I like I have we have a lot of boats in Cyprus. That's fantastic. This is one of my dreams. 25 years and it's come true. Carpenter can do this design well. I design well. Yes. If you see inside, yeah, you understand. No, no, what I mean. I don't watch it inside. Yeah, that, inside but is. Outside is beautiful. Yeah, beautiful. Inside is more beautiful. Really. هو بيقول ان من جوه احلى كمان من بره. من جوه حاجه جميله. هو كمان يني هو اللي تصمم، اللانش، وهو اللي مصمم شكله من بره، وكل شيء بيبقى عايزه بيرسمه لنا واحنا بننفذه له. كاربينتر از فيري جود. كاربينترز فيري فيري جود. فيري فيري جود. فيري كواليتي. كواليتي از وات اباوت how much is cost? This is secret. Secret. Okay. This is big secret. Too much. Of course, too much. I can't say the price is too much. This special for you, for your family. For my family. هي حاجة خاصة لي ولأسرته، مش هيبقى شغل. اللي ورانا ده شكله هو شغل. ده بسجيري بقى. مش بسجيري، هو فسحة بالنسبة لهم. الركاب بتركب بيروحوا منطقة ينزلوا فيها زي اللي في شرم الشيخ كده، والجولات البحرية والكلام ده. مطاعم يعني، ممكن يبقى مطعم ماشي على الأرض. أنا في مطعم ما شاء الله. لكن ده يعتبر ده حاجة خاصة بمستر ياني. How many I'll make you one question. How many square is your house? 4 or 5. No, 40 meter square. Square. Your house, how many meter squares is your house? 100. This is 220. Wow. يعني بيقول ان اي بيت او اي متوسط شقه بتبقى 100 متر تقريبا. ده كام؟ 200؟ يخش 200. 200 متر ما شاء الله. يعني how many rooms inside? It's two rooms. One, this is the main room. This is my room actually. Wow. Okay. Full glass. Panoramic. Panoramic view. It's a video. We have the there is a shower. Shower. With toilet. Everything. Kitchen. Like house. Kitchen. Living room. Living room. All we things. Have a store. We have a closet. We have everything. Villa جوه او inside the water. Roof garden. Roof garden. Very fantastic. On the top is 70 meter square roof garden with a bar, with a big for a music. It's everything.
Very fantastic. We in Cyprus we used to have a barbecue. Barbecue. Oh, yeah. Wow. يعني ما سابش حاجة. لا حتى الباربيكيو. ما شاء الله عليه. ما شاء الله. دماغه حلوة 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 يعني. Good work. Good good. Thank you for your design. It's better if you want to check. Okay. Inside. It's okay. More nice inside. I try. Okay, I try. It's not finished yet, but 90% is finished. When you're finished, I come to watch. Nearly we leave. When? This week. This week. خلاص هياخدوا الاسبوع ده وماشي. ان شاء الله. ان شاء الله. احنا ده معناه. شرفنا بكابتن ياني ان هو اجى هنا. طبعا. ومعانا هنا مستر ياني يعني اخ. ما شاء الله يعني. احنا بنشكركم ان اللي قدرتوا ان انتوا تعملوا ديزاين زي ده وتنفذوه مجرد ما شفتوه، ده معناه ان الصناعيه في مصر هم امهر صناعيه على مستوى العالم، والا ما كانوش جم عشان يتعاملوا معاكم وبكل ثقه كان واثق ان انتوا هتعملوه بالشكل ده. فاحنا بنشكركم جدا وشكرا ليكم، وشكرا لكل صنايعي قدر ان هو يطور من نفسه ويوصل بالمستوى ده للمنافسه. كومبيتيشن وي كومبيتيت اوتسايد ايجيبت. Don't show this inside. I show that. زي ما حضراتكم بتتابعوا معانا، دي حاجة كانت تدعو للفخر إننا نفتخر بصنايعيتنا هنا في مصر، وإن يعني مستر ياني جاي من آخر الدنيا من قبرص عشان ينفذ ديزاين زي ده، هو اللي مصممه بأيدي طبعا مصرية بأيدي دمياطية هنا في مدينة عزة برج بلد الصيد والصيادين. بعد ما تفوقوا في مراكب الصيد دلوقتي عاملين يخوت سياحية. طبعا زي ما سمعتوا كده انه يعني عامل في ديزاين كل حاجة، وعامل يعني حفلات باربيكيو، وعامل بار وكمان مكان للحفلات، وعامل غرف نوم وليفنج وكل حاجة كأنها فيلا بتراس ماشية على المية في البحر وبتعبر المحيطات عشان يطلع مع اسرته الرحلات مستمتع بيها رحلات سياحية. هي دي مصر وهي دي صنايعية مصر، امهر صنايعية موجودين في العالم. زي ما سمعتوا من مستر ياني هو قد ايه مبسوط بصنايعية مصر، المهرة والنجارين وكل التخصصات اللي اشتغلت في حاجه زي كده. بكده اعزائي المشاهدين هنكون وصلنا معاكم لنهايه اللايف. كنت معاكم من محافظه دمياط منى عبد الله، شكرا للمتابعه.